أعزائي عزيزاتي، اليوم سنقدم درسا بخصوص كيفية كتابة إنشاء أدبي حول نص نثري إبداعي. الأمر يتعلق بالقصة أو المسرحية، هذه هي النصوص الإبداعية التي درستموها وتعرفتموها في مجموعات أشكال نثرية حديثة. إذن كيف يمكننا أن نكتب مقالة أو إنشاء أدبيا بمقومات المقالة حول هذا النص النثري؟ الآن تتساءلون بما سأبدأ؟ إذا طرح أمامك نص نثري، مثلا لنفترض أنه قصة وسنشتغل على نموذج قصة، تقول بما سأبدأ وكيف سأكتب تقديما، وهذا التقديم حول ما سيكتب، ثم ما هي الإشكالات التي سأطرحها، وكيف سأتناول وسأحلل العتبات النصية، ثم ما الذي هنا إشكال كبير، ما الذي يسبق، هل الإشكال أم طرح الفرضية، إلى غير ذلك من التساؤلات التي سنجيب عنها الآن في تحليل نص نثري، وهو نص قصصي بعنوان حلم صبي لغازي العبادي. إذن أول شيء هو التأطير، نقصد به هنا المقدمة. إذن في المقدمة نضع تأطير النص. ماذا سأكتب في التأطير؟ الآن تتساءل ما الذي سأكتبه في التأطير. إذن التأطير نقصد به هو وضع النص في سياقه أو سياقاته، سياقه الأدبي والاجتماعي، والاجتماعي والتاريخي إلى غير ذلك. الآن ستتساءل ما معنى أن أضع النص في سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي وغيرها. أن تضع النص في هذه السياقات هو أن تتحدث عن تلك العوامل التي أفرزت هذا النوع أو هذا الجنس الأدبي. ما هي العوامل؟ أن تجيب عنها. مثلا ستقول عرف العالم العربي مجموعة من التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي جعلته ينفتح على أجناس أدبية أخرى، منها القصة وهي شكل نثري أو نوع سردي يقوم على مجموعة من المقومات كالشخصيات والأحداث والزمان والمكان وغيرها من مقومات القصة القصيرة. وستقول أنه من بين العوامل التي أدت إلى دخول هذا الجنس الأدبي إلى الحقل المعرفي العربي هو عامل المثقفة. كيف؟ من خلال الترجمة والانفتاح على الثقافة الغربية عبر البعثات الطلابية وتطور الصحافة والطباعة وغيرها من هذه العوامل التي أدت إلى انفتاح الأدباء العرب على هذا الجنس الأدبي وأصبح متبنيا داخل الحقل المعرفي العربي. هذا لا يعني أن العرب لم يكن لهم قصة، الأمر فيه كلام. فالعالم العربي أو العرب والتراث العربي عرف أشكال نثرية وإن كانت ليست بمقومات كما هو الآن في العصر الحديث. إذن وسبق وأن درستم المقامة والرحلة والرسالة وغيرها من الأشكال النثرية القديمة. إذن هذا هو التأطير، أعطيتكم مثالا. فبعد أن تضع هذا النص في سياقه وأن تتحدث على القصة لأنك الآن وضعت النص في إطار معين، ستطرح الإشكال. إذن طرح الإشكال هنا بعد التأطير مباشرة نطرح الإشكال. ستقول لي ما هي الإشكالات التي سأطرحها، لأن الإشكالات التي ستطرحها هي التي ستجيب عنها أثناء مرحلة الفهم والتحليل أو أثناء مرحلة العرض والتركيب أو الخاتمة. إذن طرح إشكال، أول سؤال أو أول إشكال سيطرح هنا هو فما هو المتن الحكائي للنص، أول إشكال. ثم ما هي المقومات الفنية التي يقوم
عليها الناس، أو التي يقوم عليها هنا الضمير يعود على الناس. ثم وإلى أو آخر إسكال، إذن هذا سنجيب عنه في الفهم، كله في العرض، هذا في الفهم وهذا في التحليل وهذا في التقويم. وإلى أي مدى يعكس هذا النص مقومات القصة القصيرة؟ هذا هو الرهان الذي ستجيب عنه أثناء مرحلة التقويم، نقصد بالتقويم الموقف الشخصي. إذن الآن أنهينا التأطير، ننتقل مباشرة إلى دراسة تلك العتبات وتلك المشيرات النصية التي ستسعفنا لنقرأ لنطرح افتراضا. إذن هنا في مرحلة الملاحظة مباشرة الآن سننتقل إلى الملاحظة، ولازلنا في التأطير، لازلنا في المقدمة. إذن دراسة المشيرات النصية، الأمر هنا يرتبط بالعنوان، بداية النص، نهاية النص، جزء من النص، بعض المفردات من النص، إذن كل ما يمكن أن يسعفنا لطرح فرضية. فالملاحظة أو دراسة هذه المشيرات ليست غايتها ليست في ذاتها، وإنما غايتها في أن تمكننا من توقع نوعية النص وتوقع موضوع هذا النص. إذن الآن سنقرأ نصا نأخذه كنموذج للقصة القصيرة. نص هو حلم صبي، أنصتوا جيدا، حلم صبي للكاتب غازي العبادي في مجموعته القصصية المطاف، بغداد 1980. هبطت السيدة من سيارتها أمام مخزن تجهيزات منزلية وهي تعبث بمفاتيح محرك السيارة بأصابعها الدقيقة البيضاء، ومضت نحو المخزن، وفي المقعد الخلفي ظل ابنها يلعب بعجلة قيادة اصطناعية من البلاستيك الوردي ألصقت بطريقة ما على زجاج النافذة الخلفية، وكان يحركها من يمين وشمال كما لو كان يجلس إلى مقود حقيقي في شارع مزدحم بالسيارات. وقد ظل الصغير طوال الوقت الذي أمضته أمه في المخزن بأكياس المشتريات لم يتوقف الطفل عن اللعب إلا لثوان، ثم عاود القيادة. فتحت السيدة باب السيارة وقلبت المقعد المجاور له وأشارت لصبي المخزن المثقل بالحاجيات أن يضعها إلى جانب ولدها المنهمك بقيادة سيارته الوهمية في المقعد الأخير. توقف صبي المخزن ينظر بدهشة وفرح إلى السائق الصغير ويبتسم ابتسامة لا حدود لها، ولم يكف عن الابتسام أو الفرح إلا عندما دوى محرك السيارة وارتفع المنبه، وكانت السيدة الأجنبية تنظر مبتسمة بلطف وتشير إليها. انتبه الصبي، دس جسمه الصغير داخل السيارة وتسلل وراء المقعد المقلوب بوضع الأكياس فوق مقعد، وعيناه مشدودتان إلى المقود الوردي الذي يكاد يصدم رأسه الآن. وعندما تحررت يداه وحاول أن يقبض على المقبض، صم أذنه صوت منبه السيارة وطغى على صوت صاحب المخزن الذي كان يهتف به. ارتبك الصبي، سحب نفسه، وقف على الرصيف فراح ينظر إلى السيارة التي تحركت وابتعدت عنه بهدوء، وقد عاد فيها الولد إلى تحريك المقود الوردي المثبت إلى النافذة الخلفية. مد صبي المخزن قبضته إلى الأمام وأمسك بمقود سيارة متخيلة وأطلق صوتا بمثال صوت محرك السيارة واندفع إلى داخل المخزن حيث سيده ينتظره، وربما تنتظره سيدة أخرى ليحمل لها أكياس المشتريات. إذن هذه القصة، سنحاول أن ندرس تلك المشيرات والعتبات لنفترض بخصوصها فرضية أو لنطرح بخصوصها فرضية. إذن سنبدأ بالعنوان. إذن كيف سننتقل
الآن لن نكتب هنا المرحلة العنوان أو دراسة العنوان أو إلى غير ذلك، لن نثبت هذا، بل سنوظف مدخلا أو رابطا بين ما كتبناه في التأطير وما سنكتبه في الملاحظة. إذا سنقول جاء العنوان مكونا من مفردتين، مثلا حلم صبي، لأن حلم صبي مكونا من مفردتين، تحيل الأولى حلم، علامة تحيل على هذا الصراع الذي يعيشه الإنسان بين الواقع وبين الرغبات النفسية. إذا هنا العقل يكبح الرغبات النفسية فيقع صراعا داخليا نفسيا بين الشخصية وذاتها. إذا حلم على الرغبات النفسية التي تراود الإنسان ويطمح إلى تحقيقها. ثم هذا بالنسبة للشق الأول، المفردة الأولى حلم مكون من مفردتين، تحيل الأولى وتدل الثانية، لاحظوا سنحافظ على مقالة، الثانية هي صبي على الطفل الصغير. إذا العنوان في كليته يحيل على أن هناك حلم يراود طفلا صغيرا يتطلع إلى تحقيق أشياء لم يتمكن من تحقيقها. إذا هذا هو العنوان، لابد أن نربط العنوان إما ببداية النص أو بنهايته. إذا حاولنا أن نربط العنوان مثلا ببداية النص، مثلا سنقول العنوان هبطت السيدة من سيارتها أمام مخزن تجهيزات منزلية وهي تعبث بمفاتيح محرك السيارة بأصابعها الدقيقة البيضاء، مضت نحو، نلاحظ كيف يصف هنا نزول هذه السيدة ودخولها إلى صبي المخزن حيث يشتغل هذا الصبي الصغير. ثم نهاية النص تصور أن يقول ارتبك الصبي، سحب نفسه، وقف على الرصيف، فراح ينظر إلى هذه السيارة التي تحركت من أمامه. إذا هنا نهاية النص تكشف على تحقيق أو على إصرار هذا الطفل، لنفرض أننا سنربط هذا العنوان بنهاية النص، تكشف على إصرار هذا الطفل بامتلاك سيارة، فهو وإن لم يستطع وإن لم يتمكن من لمس ومن قيادة هذا المقود الصغير أو هذا المقود بين قوسين مقود اللعبة، فهو أصبح يحلم وتخيل سيارة وتخيل نفسه أنه يقودها. إذا تدل الثانية على الطفل الصغير، ويرتبط العنوان بالنص أو بنهاية النص، لنفرض بنهاية النص من حيث الدلالة على إصرار